شاشة قصيرة واللحية طويلة وربما في عمامة، ويجي يشكي لك يقول عندي أمراض. من هين جاتك ذي الأمراض؟ كيف أنت وأذكار الصباح؟ قال ماشي. كيف أنت وأذكار المساء؟ ماشي. يوم يصلي السلام عليكم ورحمة الله ينط كمضبي يخرج بسرعة. هين أذكار الصلاة؟ كيف أنت وأذكار النوم؟ ماشي. يرقد كرمكم الله كما الدابة. أنت تنتهي الصلاة يسلم يخرج حتى ما يسأل ربه أن يتقبل منه هذه الصلاة. ما سوى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصلاة، ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من الصلاة فانتصب للدعاء، أمر من الله. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام له أذكار، أذكار الصباح من بعد فريضة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد فريضة العصر إلى غروب الشمس، وأذكار النوم لا ينام لا يأوي إلى فراشه إلا بعد الوضوء، ويأتي وينفض فراشه ويجمع كفيه وينفث فيهما بالمعوذات ويمسح بها بدنه، وينام على شقه الأيمن واضعا يده الشريفة تحت خده الشريف ذاكرا لله، وهو لا ينام كما يقول نحن الأنبياء لا تنام قلوبنا وإنما تنام أعيننا.